try the waves, and then try the weight. The weight will take negativity. The weight, negativity oscillation is like some back pressure. Pressure, you see, the weight. الويت طبعا بيتحرك البارتيكل زي ما انت شفت في الفيديو دي كده بيلف كده اهو كده بيلف عكسه وكده لما بنزل مع الدرس بتلاقي الويت بيلف يعني اقصى ويت او اقصى ويت هاي بيبقى فين؟ عند السيرفس عشان كده بتلاقي كل الاجهزه ناجحه فين؟ عند السيرفس دي اعلى حاجه وبيلف تحت الموقع ده الدرس بتاعي التايت بقى عامل ازاي؟ التايت طبعا هو طيران ميه ماشي تحت لما زي ما انت شايف الفايت تحت هنا مش عالي قليل ده تبص الفايت وبيزيد تدريجيا لغايه فوق فبيركب فين بقى الجهاز ده على دبس معين طبعا ده عايز بقى دراسه فين احسن مكان يركب فيه الجهاز ده سواء بقى ويند في الانفرتر او تايب كونفرتر في طبعا عوامل ثانيه بتاثر على حركه الويف الموشن دي نفسها التمبرشر حركة المية الاستيك تمبرشر بتعمل ايه؟ بتزود الكثافة وتقللها على حسب انتاجك فهي كومباين الموفمنت دي هي كومباين افكت للويند على الكيورنسي على السلينتي عارفين السلينتي بتعمل ايه؟ بتقلل الديسك لا بتزود ايوه بالظبط الماس ترانسفير فهو برضه الموضوع مش ويف بس ده متخيل لا في بقى الماس ترانسفير المية برضه بيحصل ماس ترانسفير من الهاي سلينتي الى اللو سلينتي دي حاجات كلها نفس الكلام الدنستي برضه بيحصل موفمنت من الدنستي العاليه للقليله او القليله للعاليه اللي هي البيونسي البيونسي فورس كل دي كومباين افكت بتاثر على مين؟ برضه التمبرشر اللي فوق دي يعني فهي دي اللي بتعمل بتشيل الويند درجه الحراره اللي هنا بتسخن الهواء اللي هنا فبيحصل له ايه؟ كثافته بتقل فبتخرج فوق يعني اللي بيدي في النهايه بيطلع الكومباين افكت بالحاجات دي كلها. طب ايه مزايا الموشن سيستمز؟ ان هي اول حاجه سيمبل. لما تيجي تبص على التربينه سيمبل بس تثبيتها في القاع وتصنيعها هو اللي سهل. الحاجه الثانيه بتعتمد على التكنولوجي الى حد ما مش صعبه. الموضوع مش صعب بس هي المشكله التحدي الاكبر بيبقى فيه بقى ازاي اوصل للماتيريال وازاي اعمل لها كونتكشن تمام ان هي تقدر تستحمل هذه الظروف الحاجه الثالثه هنا اهو لارج ويل اندرستود زي ما انا قلت من شويه طبعا سهلة البريدكت انرجي طبعا كونسنتريتد فدي يعني بس ما فيش بابليك اويرنس بيساعدنا في البريدكت الاوشن يعني يعتبر سوبيريور تو الويند والسول بس برضه الناس مش معتمد عليه او مصان زي الويند والسول ده كله ده محتاج تكنولوجيا يعني المشكله كلها في هو ده التحدي الاكبر او العيب اللي بيوقفني ان هي محتاجه سيستم روبست يتحمل هذه الضغوط والمارين كونديشنز طبعا الامواج دي بتعمل حاجه زي دايناميك ستريسز الدايناميك ستريس ده بيعمل فتيك والفتيك ده بيقلل اللايف تايم بتاع الماشين نفسه. يعني حاجه ويف طالعة لازم كل شويه الويف ده بيأثر عمر الايه؟ الماشين نفسه. يعني ممكن اللود لو كان ستاتيك يعيش. لما لو دايناميك لود ده ممكن يجيب حاجه ده في 3 4 سنين. تمام؟ التايم احنا اتكلمنا عنه في الفيديوهات اهو زي ما انت شايف حركه المكان لو مفيش لو مود هتلاقي سطح البحر كله او الجيب ثابت مش شايف؟ لكن مع حركه القمر القمر طبعا لما بيمشي في المدار بتاعه بيشد معاه دي سطح البحر ده التايد ماشي ده الهاي تايد وده اللو تايد مع حركه النور نفسه بتلاقي ايه؟ الجزء البيضاوي ده اللي بيشد لورا بيشد بيرتفع فوق هنا بيرجع بقى على مثلا اللو تايد وده الهاي تايد ده الكلام بتاعه موجود عندنا في البحر الاحمر لحد دلوقتي صيف وبيحصل التايد بالليل والصبح في حته عند الغردقه كده اهو بتلاقي ايه؟ الشط نفسه بيبقى فاضي وبيجي بالنهار بتلاقي في ايه؟ او بالليل بيميل تمام؟ يعني ده حاجه موجود وهنا طبعا ده كان احد السيستمز او فوق بس له هنا بتعمل زي بيزك او براش تمام؟ ودي البراند بتاعي او بيزك ستيشن بيستغل طبعا الفرق في حركه الميه التايت ده هاي تايت وده لو تايت بيسحب بقى يخش حركه التربينه ويحوشها عنده ويخليها ترجع تاني
شغال الموضوع عادي خالص. كما تايد سيستم زي ما انا قلت التايد مرتبط بحركه القمر نفسه، فاقدر كان بي تراكت كان بي بريدكتد. اقدر اقول لك الساعه الفلانيه الوقت دوت التايد عالي، يعني اقدر اجيب ريليشن ما بين التايد والتايد يعني كان بي بريدكتد. طبعا الحاجات دي هتتغير الا لو القمر غير مداره او الارض غيرت مدارها، يعني فهي عامله بيريودك زي الايام. الايام خلاص دي حاجه معروفه يقول الفلاني الساعه الفلانيه خلاص دي محسوبه. ده لا يقدر يحسب وكان بريدكت مستوى الميه يقدر يتغير ازاي. يعني دي حاجه اقدر ايه اعتمد عليها. بالاضافه ان هي كونسنتريتد بسبب الدينستي بتاعت الوقت العام. بس برضه ستيل في العيد لسه موجود ان احنا ازاي طبعا نعمل تنبيهات في ارض الميه، بنعمل كوره تحت في ارض الميه. ازاي تصمم السيستم ده ويتحمل الظروف اللي تحت دي وهذه الكونديشن دي طبعا حاجه بس. الويفز بقى خش بقى في الويفز الجزء ده بتاع المسائل. احنا خدنا في الفيزيكس سبيكترا من الويفز صح؟ ايه اللي بيميز الويف؟ الويف اتس فريكونسي امبليتيودز ويفايت. الويفز في منها اكثر من فريكونسي. دي الويفز اللي موجوده عند الدوشن تمام. في حاجه اسمها كابيلاري ويف. هنا راسم ريليشن بين الانرجي بتاعت الويف. الويف هي انرجي فيها انرجي والتايم بيريود. يعني ايه بيريود؟ زمن الموجه نفسها. الموجه دي ليها زمن او فريكونسي. في حاجه اسمها تعالوا الفريكونسي ده تي ده اف. في حاجه اسمها ويف لينس لانجوت. في حاجه اسمها امبليتيود. في ويف هايت اتش. زي ما انت شايف اهو التايم بتاع الويف. في ويف اسمها كابيلاري ويف بتحصل بس طبعا ليها انرجي قليله. التايم بتاعها بيبقى صغير 0.1 سكند. في حاجه ثانيه شبهها كابيلاري جرافيتي ويف. الويف اللي انا اقصدها في دراستنا اللي هي فيها كابيلاري ويف انرجي عاليه اللي هي الكابيلاري جرافيتي ويف. هتلاقي في معظم دراستنا التايم بتاعنا بيبقى من 1 ثانيه ل 30 ثانيه. يعني الويف اللي انت بتشوفها الكبيره دي كل دي من نوع الاوردينال جرافيتي ويفز. يعني كابلكيشن الديزاين بتاعي بيبقى في الرينج من 1 ثانيه ل 30 ثانيه تمام. الانرجي بتاعتها عاليه زي ما انت شايف اهو تعتبر اعلى حاجه. في ميزه ثانيه بس طبعا مش بنفوكس عليها في الدراسه بتاعتنا اللي هي انفرا جرافيتي ويف او ويف بوكس. اللي طبعا زي ما انت شايف كانرجي اقل. في بقى الويف بقى الثانية تسونامي ويف. عارفين تسونامي ويف؟ البيج بتاعها كبير جدا بس ويف قاتلة. يعني عقبال ما تيجي الويف الثانية دي طبعا دي بقى دي الأشد. مش بقول لك الويف تيجي تيجي خالص تاني بعدها. يعني دي بقى دي الأشد دي تسونامي ويفز. ودي بقى دي الويف الثانية ترانس تايدل ويفز. دي تايدل ويفز. يعني التايدل بيصنع برضه تاني ويف. وليه تايم كبير جدا يعني بطيء. التايم نفسه عشان يتكرر بياخد زمن كبير جدا. يعني ممكن ياخد له نص يوم الى يوم. التايم برضه بيصنف على الموضوع. تمام؟ طيب نبص كده على الشكل ده. هو الفكره بتاعت البرد سيستم اللي حضرتك كنت شرحها بتاعت اللي هي الدايم اللي بيتعمل دي. الفكره اللي كنت برضه كنت وريتها لك كان بيقول لي هتشتغل اصلا لمده كل يوم 4 ساعات بس اصلا. ان هو لما يحوش ده ويرجعه تاني فبقى فتره مش كده بيعمل ستورج. تمام صحيح. ما لازم بقى يعمل ستورج على الجراج عشان يحس ان يقدر تو عشان يبقى في كونتينيوتي للسبلاي. تمام صحيح. بص على الشكل ده. الشكل دوت في ويند. الويند اللي اتاثر في سبان معين يعني ده تاثير الويند. شايفين الحته الويند دي؟ ده تاثير الويند. الويند الحته اللي اتاثر فيها الويند اسمها ايه؟ لينس اوف تيتش. الحته دي بس تمام. الويند بتبدا برجل صغير والرجل ده بيكبر بيحصل له ايفولفنج افورد ايفولفنج سي ويف. هي دي اسمها الويفز بتاعت الويفز.
بتقعد ماشية 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 لغاية الشط. تمام؟ هي بتكمل بقى ازاي؟ ان هي فيها انرجي عالي، مثلا ديسيبيت، زي مثلا حاجة سخنة مثلا ديسيبيت. يعني هنا لما تكسير الويند خلص هي لسه في بوتنشال عالي. فبيحصل ديسيبيت من الهاي إلى اللو انرجيتك. الويند بتكمل بقى ازاي؟ لوحدها بتكسر حاجة اسمها سويل. دي الحتة دي اسمها سويل ويف. أفترض إن السويل ويف الويف بس بتاعها كبير. Wave.
واضح؟ مسافة من جبل هنا اسمه امبليتيود من هنا لغاية اللي هو الستيل سيرفس من قمة القاع اسمه الوير هايت اتش الاتش الوير هايت هيساوي 2 امبليتيود يعني 2 امبليتيود الزمن من هنا لهنا تبقى تايم اللي هو الويف تايم ويف من المسميات دي هطلع بكام حاجه اول حاجه في حاجه اسمها ويف ستيلنس ستيف ويف ستيلنس هي ليش بين الهايت والويفنس في حاجه اسمها الحاجات دي عشان احكم على حاجه اسمها الويف كاركترستكس بالنسبة للإتش للأمر الهايت للويفلينس الناس فهمتني؟ ممكن تلاقي ويف عاملة كده ممكن تلاقي ويف عاملة كده كبيرة كده فالنسبة بين الإتش للأمر حاجة اسمها ستيلس ستيل بيعبر عن الإنديكيشن ريشيو بين الهايت والويفلينس في ريشو تانية حاجة اسمها ويف لامبر ده ريشو اسمها اللي هو بيساوي ايه؟ 2 باي على لامبر كيلو حاجة اسمها ويف لامبر ايه؟ 2 باي على لامبر دي حاجات بتميز الموجة نفسها زي ما خدنا في الفلويد ريشو لامبر يعني لما اجي اتكلم على موجة وموجة اقول ان بدرس المكان ده لو عايز اطلع منه بارقام فلازم اطلع بحاجة كده بريشو ما ينفعش اقول المكان ده فيه ويف اكس وفيه اتش انا يهمني ريشيو لازم تجيب لك صوره ريشيو زي ريلوت تمام زي سي تي اخدناه في الويف زي سي تي لازم الريشيو بيبقى معبر عن الفاليو ما اقدرش اقول الويف 4 متر لا دول 4 متر بالنسبه للويف لينكس 10 متر هنا ابدا افهم ما ينفعش اقول حاجه كده لوحدها لازم تتسال في حاجه في بقى الفريكونسي ده الانجلر فريكونسي مش اللينيو الانجلر فريكونسي الانجلر فريكونسي اوميجا اللي هو بيساوي 2 باي على عدد نقاط التكرار دي حاجه مهمه لما زاد الفريكونسي الريت بيزيد هنا بيجي لك تخش بقى التايم دخل في الحته دي اللي انا مسحتها الريت بتاع الويف الويف دي تيجي تقول قد ايه بطيئه ولا سريعه عدد نقاط تكرارها بالنسبة للثانية ريديان بالنسبة في حاجة تانية اسمها الامبليتيود خلاص احنا عرفناها الامبليتيود بيساوي ايه؟ الاتش على الامبليتيود هو نص الويف هايت بالنسبة للستيفنس الستيفنس لو طلعت أقل من 1% بيعتبرها لينير ويف لأن في بعد كده في ابروتش تاني اللي هو ايه؟ راندم ويف ونان لينير ويف بنتكلم عن لينير ويف لينير هي موت سيمبلست سيت تمام لو الريشيو دي طلع بقى اكبر من الرقم ده لو كتبت بقى الحاجات الثانيه اللي هي النون لينير ريت عشان ما تبقاش الريت بقى كومبليت ساينسويد لا عشان ليها شكل هارمونيك حاجه كده اللي هي معقده بس بتتكرر كل شويه كومبليكيتد في اكثر من حاجه بضطر بقى افكها بتعامل مع كل ويف لوحدها طيب الويف لينس ريليشن ده طبعا ليه بروف عشان اخش في البروفات بتاعت الكلام ده الفيزيكس اقدر اجيب ريليشن ما بين الويفلتس والتايم بيريود والديبس بتاع الموتور نفسها دي لان زي ما قلت ان الويف لينس بتاثر بالاي بي سي بنت وده مقسم معايا تمام اكوردنج للسيمبل ليه ده ويف ثيري اقدر اجيب الريليشن دي طبعا الكلام ده كله سوري ودي اثباتات الفيزيكس الويف لينس لاندا تساوي جي جرافيتي في تي سكوير مع
مرسوم على 2 باي معادله مهمه جدا جدا جدا. لو قلت تانش هايبرفوليك فانكشن 2 باي دي على معادله بتجمع بين ثلاث حاجات اللي هما الريزنس والتايم والسي ودلوقتي موجوده اكس. عارفين الكلام ده فيزيكا مين؟ هكسبك الكلام ده فيزيكا مين عليا بقى؟ فيزيكا مين؟ تو فور سيرتن دبس معين وفور سيرتن تايم معين في ويف لينس واحد مفيش حتى الويف لينس. الناس فاهمة؟ يعني ما تقدرش تقول انا عندي الف لك ويف لازم تحقق المعادله دي. يعني انا ممكن اديك وقت انا عندي ويف اللمبه والتي ودي بلاس لا لازم الرايت هاند سايد تساوي ليفت هاند سايد. الناس فاهمة قصدي؟ او العكس فور سيرتن ويف لينس كان سيرتن تايم ووتر ليبس الويف دي ليها تايم محدد محسوب. الناس فاهمة قصدي؟ يعني الثلاثه مرتبطين ببعض في ريليشن بتجمع بين الثلاثه. ما ينفعش تقول ولا ولا الويف دي تبقى انفيزبل. يعني ايه انفيزبل؟ بلاش وجود اساسا في العين. بتتكلم عن حاجه زي سكند لو افشنسي دي حاجه امبريكال. يعني الويف دي ليس لها وجود في الحقيقه. عشان تبقى الويف دي فعلا موجوده في الحقيقه لازم تحقق المعادله. يعني هو في عندي تايم واحد لويف اوف سيكتر ودبس ودبس معين. الدبس برضه بيأثر معايا، يعني الدبس هنا كده زي ما انت شايف. لو انا نزلت لو كان الدبس اكبر من 2 على 2 اسمها ايه؟ ديب ووتر ويف. هنا بقى كلاسيفيكيشن. لو الدبس اكبر من 2 على 2 ديب ووتر ويف. تمام؟ لو الدبس بتاعي طبعا هنا دول دبس بتجيب ايه؟ لو فوت نمبر من 2 على 20 2 على 2 اسمها ترانزيشنال. فهي بتقرب الشوت في المنطقه دي. تمام؟ اسمها ترانزيشنال ويف. زي ما خدنا في الفلو، عشان خدنا الفلو لامينر هنا لامينر وده التربلر ده الترانزيشن لازم يعمل كلاسيفيكيشن. لو الويف لينس بتاعك انا اسف لو الوتر ليبس هي اقل من 2 على 20 اسمها الشان ووتر اللي هي شكلها عامل كده. طبعا ده واضح في الشكل. بص الشكل هنا عامل ازاي؟ الويف لينس كبير. بص هنا الويف لينس صغير. بص هنا شكلها عامل ازاي؟ كل ده مرتبط ببعض. انا بركب فين؟ عشان لما اجي اعمل ديزاين وسلكشن لازم اكون عارف الكاركترستكس بتاعت الويف عامله ازاي؟ هنا ولا هنا ولا هنا؟ تمام؟ طيب في بقى حاجه تاني سرعه الويف. مش الويف ليها سرعه؟ ولا ماشيه في مكانها؟ لا كنت ماشيه هي مش هي مش زي الحبل اوسيليت. انت فاكرها هي واقفه كده في البارتيكل بتطلع بينزل؟ لا دي بتمشي. الويف دي بتمشي. ايه سرعه الويف؟ ان هي لاند عادي بيسموها ويف سيميليتي. ويف سيميليتي الويف فيلوسيتي بتكمل سرعه قمه الموجة نفسها. الويف دي ماشيه لقدام وسرعه كام؟ نديها رمز سي. الويف سيميليتي سي. السي بتساوي مسافه على زمن. مسافه الويف ليس على الزمن اللي هو زمن. هتقسم المعادله اللي على مين؟ على تي. هتطلع معادله ثانيه اللي هي جي تي على او ار تانش او ار دي على واي. برضه واضح ان سرعه الويف مرتبطه بالسي بت بالتايم. يعني في ارتباط. ما تقدرش تقول يعني لو عندي ووتر ديبس معين والويف دي ليها تايم معين فليها سرعه محدده. يبقى بالمعادله دي اي كان اكسبكت سرعه مين؟ الويف. طبعا ده كان بيكون ثيوريتيكال جدا. هنا افترض ان الويف فيري فيري سيمبل. في بقى حاجه ثانيه ادفانس بقى بس في ماس انتجريشن عشان يقدر يعمل يوصل للكلام ده يقول لي فانكشن مع التايم ومع الاكس ولازم يعمل ديفرنشيت للكلام عشان يقدر ايه؟ اكسبكت سرعة الويف. سرعة الانرجي الانرجي ديسبيت. الانرجي اللي هي دي عبارة عن انرجي مش ده بوتنشال دي عارف ايه الانرجي دي بيحصلها ديسبيت. زي ما الويف بيحصلها ترانسليت الانرجي بيحصلها ديسبيت. الانرجي ريت هي الباور.
ستورج الانرجي التايم انرجي سيجمنت اسمها ايه بقى؟ اسمها جروب فيلوسيتي. الجروب فيلوسيتي هي سرعه الويف بروباجيشن، سرعه الويف انرجي بروباجيشن، السرعه انرجي لما الفوق سرعه ايه؟ سرعه خطه ماشيه لما هي ويف بروباجيشن سبيد الويف سبيد اوف الويف بروباجيشن اللي هي السي جي بيسموها جروب فيلوسيتي دي بيساوي طالعه برضه من الويف سيري 1/2 1/2 في 1 4 باي دي على لندا على ساينش ساينش لما قلت 4 باي دي على لندا وبعد الدوبين واضح ان سرعه الانرجي مرتبطه بالوتر ديبسي في الديب ووتر لما دي بتبقى كبيره قوي بتبدا تصفر في الديب ووتر اللي هي العربيه دي الرينج ده لما دي اكبر من الويف ريس على 2 بتبدا تصفر تمام ففي الحالات دي بتبقى سرعه الجروب او الانرجي بتساوي نص سرعه الدين تمام يعني في ارتفاع بين الاثنين يعني سرعه الانرجي بتختلف هنا غير هنا غير هنا هو الكلام ده واضح جدا جروب فيلوسيتي هي الانرجي ريت مثال بالبلد لو كنت مسخني كنت مركزت الميه على النار تمام الميه دي عايزه انرجي وجود لو انا حطيت عليها صغيره تصرف قد ايه؟ ده
اوسيليت زي وينز يعني دلوقتي بعد غير بعد ثانيه يعني الاثنين دي طبعا لازم تطلع لازم ولا دي ده هو فوق الموضوع اللي هي قلت لك مش هقول لك دي عباره عن السي جي
باور على الانرجي السرعه على الانرجي. لو ضربت الاي في السي جي ده هيطلع وات على المخبار. لو انا كنت الانرجي دي كنا نعرف بس جت منين برضو ولا انتجريشن برضو ممكن بس ما تخشش الناس. انا قلت يمكن كانتك انرجي النص في لا 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 انتجريشن انتجريشن حتى فيزيكس انا افتكر ان بتغنى بقى عشان بس اني ابلاي عشان ما تخشش الحاجات دي تمام. انا شلت لكن بيبقى من داخل المعادلات ودي يعتبر اسهل ابروتش. هو في الحقيقه بنتعامل مع راندوم ويفز. الراندوم ويفز دي بيقعد يفك الويفز عارف يفكها يقعد يفكر ويتعامل مع كل ويف لوحدها ويقعد يجمع الويف دي 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 في الاخر يجيب التوتال باور. يعني كل ويف ليها انرجي. انا ما عنديش ويف واحده انا عندي ويفز كلها مع بعض. ممكن لو جيت شكلها اهي شكل الويف عامله ازاي؟ ويقعد يعمل بقى سبيكترم هيستوجرام بتاع مين؟ يعني لو فكر جرب يفك الويف يحسب دي ودي 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 ويقعد يجمعهم مع بعض. وقت ده مع الويفز اللي دي بقى توصل للشكل اللي هي عامل ازاي؟ شايفين الويف فورم عامل ازاي؟ هو ده. دي نقطة البحث. الموجة دي كومبايند من الويفز دي كلها. تمام؟ ده جدول يمكن بيساعدك انك تعمل يعني بريدكشن او ريجكت الويفز من كام لكام تقريبا. زي ما حتى في الويند لو فاكرين اول محاضره مش عامل لك كلاسيفيكيشن اللي هو الريبورت سكيل نفس الكلام بيقسموها في كام مفيش ويفز زيرو ده حسب الموت سي ستيت كود زيرو سكيل بيصنف الويف نفسها. في بقى الريبل الويف هاي الريبل بتبقى برضه موجات صغيره بتشوفها على وش الميه لو حد خد باله دي ارتفاعها كام؟ 1/10 متر. في سموث في سلايد في مودريت في رف في هاي تمام؟ احنا في البحر الاحمر البحر المتوسط في حدود من 1.25 ونص حاجه زي كده. احنا الرينج بتاعنا 4 بس في بلاد شوف الناس اللي بيزحلقوا على الووتر سكين تلاقي الموجة عالية لا دي حاجات بقى امواج عالية الموجة اللي بتشوفها ممكن توصل ل 9 او 6 او 14 ده بيديها ريت اعلى تمام ده بالنسبة لمين؟ الويف ده فين تحت تاثير مين؟ الويل نيجي للسويل. السويل ليها تايم بيريود اعلى. بص كده على السويل الويف ليز كام؟ كبيره السويل ماشيه لوحدها انما الثانيه تحت تاثير الويل فهاي صغير. بص على دي الويف ليز كبير ممكن يعدي كمان المتين. الويف هايت ماكسيموم 2 او 4 ده السويل اللي هو مش تحت تاثير الويل تمام. البيك بتاعها فيه نوعين ممكن تلاقيه هنا من 11 او فوق ال 11 دي كل الكلاسيفيكيشنز لو سوين لونج لو سوين شورت سوين بيصنف برضه البوتنشال في المكان ده لازم تقيس. في برضه اجهزه بتقيس لما بتعمل في الويندز لازم تعمل كلاسيفيكيشن للمكان ده. المكان ده انت انهي كاتيجوري من جوه لغايه اخر حاجه لونج هي سوين اوفر 200 متر وايد الزمن بتاعها وايد ايه الجول هايبر تعرف الريزيرف بتاعك تمام؟ ماشي؟ في اي اسئله؟ طب ناخد كده بريك ونكمل كده كده مثلا.